يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات برنامج اخبار اون تايم. ان شاء الله تكون حلقة مميزة كالعادة. زي ما احنا متعودين معاكم هيكون لينا جولة في الساحة المحلية من خلال اخبارنا الخاصة، وكمان هنتابع كل الكواليس الجديدة في كرة القدم العالمية. كل ده تحت شعار واحد، شعار ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وعاداتها وتقاليدها، لكن حاجة واحدة بس بتجمعنا وهي الرياضة. خلونا بقى كده نبتدي حلقتنا زي ما احنا متعودين مع ابرز العناوين. المنتخب يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهه غينيا. كولر يطلب تقرير عن لاعبي الاهلي الدوليين مع المنتخبات. الوكرة القطري يضع الرتوش الأخيرة للضم حمدي فتحي. الزمالك ينتظر قرار أوسوريو في ملف صفقات الأجانب في الزمالك. وعالميا امبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في عدم التجديد. من العناوين هنروح لتفاصيل أخبارنا المحلية. الأهلي مش مجرد اسم أو شعار، خطيرة 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 هنبتدي اول اخبارنا من عند منتخب مصر اللي بيختتم تدريباته بقياده روي فيتوريا في المغرب اليوم يوم الثلاث قبل مباراه غينيا بكره باستاد مراكش. طبعا المباراه دي ضمن منافسات الجوله الخامسه بالتصفيات المؤهله لامم افريقيا 2023 اللي هتقام في كوت ديفوار. وكان بقى لاعبو نادي الاهلي قد انضموا لمعسكر المنتخب في المغرب امبارح بعد خوض مباراه اياب نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربي، والمباراه طبعا كانت مساء يوم الاحد. واللعيبه دول هم محمد الشناوي وأحمد عبد القادر، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، مروان عطية، حمدي فتحي، حسين الشحات، ومحمود كهربا. أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة بتضم 28 لاعب استعدادا لمباراة غينيا، بعدها هيكون في ودية أمام جنوب السودان يوم 18. واللعيبة كمان المنضمون للمنتخب هم اللعيبة اللي أقوله لكم دلوقتي: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدي فتحي، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، أحمد عبد القادر، محمد رضا، محمد صلاح، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، وأخيرا مصطفى محمد. السلام عليكم. تعالوا بقى دلوقتي نروح نشوف لقاء مع محمد غرابة مدير المنتخب، ونرجع تاني لحضراتكم مرة تانية. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات اون تايم سبورتس، برحب بكم من مدينة مراكش. وقبل مباراة منتخبنا الوطني أمام غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وصلت بسلامة الله بعثة منتخبنا الوطني. أستاذ محمد غرابة مدير المنتخب الوطني، يسعدنا أن يكون معنا ويطلعنا أكثر على كل التفاصيل الخاصة ببعثة منتخبنا من مقر إقامة منتخبنا الوطني. أستاذ محمد، أولا برحب بحضرتك والحمد لله على السلامة. رحلة كانت يعني طويلة شوية، خمس ساعات وشوية، لكن الحمد لله وصلتوا. طبعا عايزين نطمن على البعثة بشكل عام الأول، وعايزين نعرف الأمور كلها مشيت ازاي منذ الإقلاع في القاهرة حتى الوصول إلى مراكش. طب ازيك يا محمد، أخبارك ايه؟ وعايز بس أهنئ الأول
جمهور النادي الاهلي طبعا، وممثل مصر الوحيد في كاس الابطال. فيعني الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا بقى الماتش الجاي بتاع يوم 14 ونكمل الفرحه بتاعتنا بالصعود للتصفيات وصعود كاس امم افريقيا باذن الله. بالنسبه بقى للرحله نفسها وتفاصيلها والوصول زي ما كنا متفقين، احنا كنا اعلنا ان احنا كان في يومين معسكر في القاهره اللي هو يوم 10 و11 و12 ده كان السفر، وسافرنا النهارده الصبح الساعه 9 الصبح، كان حوالي 6 ساعات تمام، وكان في تنسيق مع الجانب النادي الاهلي طبعا، وبعتنا للناس للعيبه التسعه لاعبين اللي هم منضمين للمنتخب من النادي الاهلي، بعتنا لهم حد وتقابلنا في المطار بعديها ونزلنا مع بعض وتقابلنا في المطار وخرجنا مع بعض، وكانت مناسبه جميله جدا ان احنا يعني بالظبط كانت وبالظبط ده احنا واحنا مسافرين هم كانوا واصلين، فقابلنا كابتن الخطيب وقابلنا سياده الوزير وباركنا لهم الكلام ده كله، والحمد لله رجعنا كانوا في نفس التوقيت اللاعبين الاهلي كانوا واصلين وربنا كرمه والحمد لله كل الامور تمام. الفندق احنا جينا هنا يمكن زياره من شهر فات، يعني بنسميها انسبكشن فيزيت، ظبطنا كل اللوجيستكس للمنتخب الحمد لله كل شيء على ما يرام، الفندق ولينا حاجه مقفوله لينا وكله يعني، وابتدينا النهارده اول تدريب تمام. يمكن كانوا يعني تعبانين جدا شويه من السفر، ولكن لا الامور كانت تمام حتى في تدريب النهارده وكل شيء على ما يرام وربنا يكرمنا. لعيبه الاهلي اكيد كان ليهم تدريب مختلف، عايزين نعرف برضو ايه اللي تم بالنسبه لهم، وعايزين نعرف ملعب المباراه بعد ما انتم شفتوه النهارده. انتم اكيد شفتوه من شهر، لكن النهارده طبعا مع حالته مع الطقس اللي اتغير. لا النهارده بالظبط لعيبه الاهلي كانوا معانا في التمرين، ولكن كان استشفى تمام، كانوا ما شاركوش في التمرين، ولكن شاركوا في التاهيل والاستشفاء بتاعهم، وما فيش الجو تمام الحمد لله، في لسعه برد كده سنه، في هواء بس شويه تمام، والصبح كان حر. الصبح كان حر، والنهارده التمرين كان كويس، ويعني احنا اتمرنا على الملعب الملحق للاستاد. الاستاد احنا زرناه تمام، وزورته النهارده تاني، اتاكدت من النجيله واتاكدت من الاوض بتاعتنا واتاكدت من كل حاجه، وان شاء الله بكره هيبقى في تمرينه رئيسيه عليه وربنا هيكرم ان شاء الله باذن الله. قبل الوصول كان مستر فيتوريا اعلن ضم بعض اللاعبين من مواليد 2003 وانضموا فعلا وشاركوا وغادروا اكيد قبل السفر كان في اجتماع، عايزين نعرف تفاصيل الفكره دي، لانه اعتقد شيء جيد جدا ان هو يفكر في الاعمار دي. فكره ضم 2003، بص هو الراجل فكرته دايما ان هو بيعتمد دايما او عايز شباب، يعني عايز يقل بالمعدل السني للمنتخب تمام. 2003 ده كان قصته ان طبعا هو كان في نقص عددي بالنسبه للاعيبه الاهلي كانت غير متواجده في المنتخب، فكان عايز يعوض النقص العددي ده، فبالنسبه له كان مش غير المنتخب الاولمبي او يدي فرصه للشباب، فاختار يعني ركز على قصه ان هو ممكن يختار مواليد 2003 اللي هم شاركوا في كاس افريقيا اندر 20 هنا، وان هم يديهم الفرصه ويخليهم بس ويحسوا مدى اهميه الموضوع ان هم يشاركوا المجموعه بتاعه المنتخب ويشاركوا الناس ويبتدوا يبقى عندهم امل، لان طبعا الاخفاق بتاع اندر 20 خلى ممكن يبقى اللعيبه كتير قوي ممكن تبقى لا اللعيبه دي بوتنشال واللعيبه دي عندها حاجه ومستقبل، فبيديهم امل ان احنا لا احنا موجودين احنا متابعينكم احنا شايفينكم كويس قوي، فكانوا فرصتهم ان هم كانوا سته موجودين معانا الحمد لله، يعني اتمرنوا كويس جدا في اليومين اللي فاتوا، وهو اجتمع بيهم ونصحهم شويه نصايح بالنسبه لمستقبلهم لان هم لسه صغيرين، سواء بقى مع ناديهم سواء في الاحتراف سواء في التمرين سواء كل حاجه، وان شاء الله بقى نشوف يعني معظم الشباب باذن الله يعني يبقوا في حته تانيه باذن الله في الفتره الجايه. بالنسبه بقى للمحترفين، هل من المفترض ان هم هيكملوا ولا هياخدوا اجازات ومش هياخدوا المباراه الوديه امام جنوب السودان؟ هم ما يكملوش، وارد ان هم يكملوا حسب رؤيه الجهاز الفني وحسب رؤيه المدير الفني في الموضوع ده، هو يعني
لسه ما قررش بصراحه لغايه دلوقتي بالنسبه يعني خلينا نعدي الماتش بتاع يوم 14 باذن الله، وان شاء الله بعد كده هيبقى القرار ليه في قصه ان هم يكملوا او ما يكملوش. بس هو وارد ان هم يكملوا او ما يكملوش لسه برضو، يعني دي هتبقى واقفه ان شاء الله باذن الله على بعد المباراه هنحددها باذن الله. غينيا معسكر هنا بقاله 6 ايام طبعا، النهارده مع السفر ومع انضمام لعيب الاهلي بعد المشاركه والماتش يوم 14. اعتقد الامر طبعا هو مستر فيتوريا في المؤتمر الصحفي قال انه الامور كلها مش احسن حاجه، هل دلوقتي شايفين الامور مع البرنامج اللي انتم وضعتوه مع الامر الواقع اللي الكاف فرضوه علينا الامور ماشيه كويس ولا في اي تعليق على ده؟ بص احنا من البدايه مش هنكرر المسألة، يعني مش هنكرر المشكله ونقولها تاني، لا يعني احنا الموضوع نفسه كان مش مظبوط من البدايه، لان كان في نوع من انواع خسرنا كتير، خسرنا وقت وخسرنا الضغط، ضغطنا في الوقت وخسرنا مباراه وديه ان احنا ممكن نقدر كنا نتفق عليها من البدايه، بس ولكن خلاص احنا في امر واقع دلوقتي واحنا متعايشين والدنيا تمام والروح موجوده وزي الفل، وان شاء الله باذن واحد احد ربنا هيكرمنا في الماتش وهنرجع بالفوز وهنرجع بالتاهل باذن الله. يعني اشكركم بكل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله نرجع من المغرب بالفوز والتاهل الرسمي لكاس الامم الافريقيه. شكرا لك. باذن الله. ميرسي جدا جدا. شكرا. مشاهدينا بالتاكيد يعني دي تفاصيل معسكر منتخبنا الوطني بعد وصوله لمراكش، وبالتحديد داخل مقر اقامه منتخبنا الوطني مع مدير المنتخب استاذ محمد غرابه. بالتاكيد هنتابعكم بكل الكواليس الخاصه بمنتخبنا، وكل التوفيق بالتاكيد لمنتخبنا في التاهل الرسمي لكاس الامم الافريقيه امام غينيا ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه. طبعا كل التوفيق للمنتخب المصري. وتعالوا بقى دلوقتي من اخبار المنتخب نروح لاخبار النادي الاهلي. النادي الاهلي المتوج بدوري ابطال افريقيا واللي بيعيش كده واحده من اجمل ايامه. المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاهلي طلب من جهازه الفني المعاون تقرير عن اداء لاعبي الفريق، اللعيبه طبعا اللي هيشاركوا مع منتخبات بلادهم خلال فتره التوقف الحاليه، طبعا المباريات اللي هتكون في الاجنده الدوليه المقرره طبعا للمنتخبات. كولر طلب من الجهاز متابعه كل اللعيبه وادائهم ومشاركتهم، وطلب منهم كمان هم يقدموا تقرير ليه، وده طبعا علشان يقدر يقيم اللعيبه. هذكر مره تانية حضراتكم ان موجود 9 لعيبه من الاهلي في معسكر منتخب منتخبنا المصري، وال9 لعيبه دول هم محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، مروان عطيه، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمود كهربا، احمد عبد القادر، وكمان محمد الضاوي كريستو منضم لمنتخب تونس. معانا كده كمان خبر خاص بالنادي الاهلي ومنتخب مصر. الخبر ده بقى بيقول ان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده البرتغالي روي فيتوريا بالتنسيق كمان مع دكتور محمد ابو عبله محمد ابو العيله عفوا طبيب المنتخب، قرر وضع برنامج خاص للاعبي الاهلي الدوليين علشان يقدر ان هو يجهزهم لمباراه غينيا بالجوله الخامسه بالتصفيات المؤهله لامم افريقيا 2023. طبعا احنا عارفين ان لعيبه الاهلي انضموا على طول لمعسكر المنتخب بعد انتهائهم من نهائي دوري ابطال افريقيا. بيستعد فريق الاهلي بعقب انتهاء فتره توقف الدوري الحاليه لخوض مباراه حرس الحدود في بطوله الدوري والمقرر ليها يوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري. بيبدا الجهاز الفني للاهلي بقياده مارسيل كولر دراسه حرس الحدود بعد انتهاء طبعا فتره الراحه اللي حصل عليها الفريق بعد التتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا. وعدت كده بعثة الأهلي صباح امبارح يوم الاثنين، والبعثة جت من المغرب بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وطبعا سادت حالة كده من الفرحة والسعادة في أجواء بعثة الفريق خلال عودتهم للقاهرة بعد حصد اللقب القاري للمرة ال11 في تاريخ النادي. تعالوا نروح كمان لخبر تاني كده بيتعلق بمصير حمدي فتحي مع الاهلي، حيث كشف مصدر مسؤول داخل نادي الوكره القطري تطورات كده في مفاوضات مع حمدي فتحي علشان ان هم يضموه خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. اكد كمان المصدر الى ان النادي الاهلي اعطى موافقه على بيع حمدي فتحي بعد رغبه اللاعب في خوض تحدي جديد في الموسم المقبل. واوضح كمان المصدر الى ان النادي القطري حاليا بيضع كده الرتوش الاخيره لحسم صفقه لاعب وسط النادي الاهلي للاعلان عن الصفقه في الايام المقبله علشان يقدروا ان هم يدعموا صفوف الفريق. تابع كمان المصدر بان النادي الاهلي كان هو من فضل توقف المفاوضات في الفتره الماضيه بسبب تركيز اللاعب والفريق في بطوله دوري ابطال افريقيا.
من اخبار بقى النادي الاهلي تعالوا نروح لاخبار نادي الزمالك، ونبدا كده من ملف الصفقات الجديده، حيث استقرت لجنه الفنيه على عرض عدد من اللاعبين الاجانب على اسوي المدير الفني للفريق من اجل كده ابداء رايه في هؤلاء اللاعبين، وانه في حاله طبعا موافقه المدير الفني على اي لاعب هيتم على طول فتح المفاوضات سواء معاه او مع نادي في حال طبعا ارتباطه بعقد مع نادي. اوضح مصدر كده داخل نادي الزمالك لان ابرز اللاعبين اللي استقرت اللجنه على عرضهم على المدير الفني اللعيبه دول هم الياس الجلاصي لاعب خط وسط النادي المصري حيث ابدى اعضاء اللجنه الفنيه اعجابهم باللاعب، طبعا الى جانب يحيى جبران لاعب نادي الوداد المغربي وحسام الدين مرازيق لاعب وسط شباب بلوز داد الجزائري واللاعب كمان الياس شاتي الظهير الايسر لنادي اونجي الفرنسي والجزائري وعفوا الفرنسي، وكمان عايز اقول لكم اخر لاعب هو الجزائري ايمن محيوس مهاجم اتحاد العاصمه الجزائري، وبتنتظر كده اللجنه الفنيه قرار اسويو في ملف هؤلاء الاجانب حتى يتم كده التحرك رسميا لضم من يختاره المدير الفني للزمالك. لسه مكملين في ملف التعاقدات الجديده، حيث رفض اسوي المدير الفني للفريق التعاقد مع محمد هلال لاعب نادي البنك الاهلي، وجه قرار اسوي بعد ما تم عرض اللاعب عليه من قبل اعضاء اللجنه الفنيه اللي كانت بتؤيد قرار التعاقد مع هلال. طبعا المدير الفني للزمالك ابلغ اللجنه الفنيه ان هو مش عايز يضم اللاعب في نهايه الموسم بعد ما تابعه كده في بعض المباريات، وده مش تقليل خالص من اللاعب لكن علشان طريقه لعبه مش بتناسب طريقه لعب المدرب. وافقت اللجنه الفنيه على قرار اسويو بعد طبعا الدخول والتدخل في اي مفاوضات مع لعيبه او انديه في الفتره اللي جايه الا بموافقه المدير الفني. كمان عايز اقول لكم ان عقد الكولومبي خوان كارلوس اسويو مدير الفني للفريق الاول لكره القدم لنادي الزمالك جلسه مع اللاعبين على هامش طبعا التدريبات الجماعيه للفريق الابيض يوم الثلاث استعدادا كده للقاء فاركو المقبل، واللقاء ده هيكون في كاس مصر. شهدت بقى الجلسه دي الحديث عن العديد من المواقف الفنيه داخل الملعب، بجانب كمان ان هو شرح كده العديد من الجمل الخططيه المراد تنفيذها في المرام. اتكلم كمان المدرب اسويو مع اللعيبه عن اهميه المرحله اللي جاي خصوصا ان للاسف الفريق تقريبا فقد فرصه اللعب في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي بعد كده ما حسن بيراميدز بنسبه كبيره جدا انه هيشارك في دوري الابطال. اتكلم كمان اسويو مع اللاعبين عن اهميه المنافسه والفوز بكاس مصر الموسم الحالي، وكمان اكد عليهم انه مكمل مع الفريق في الموسم ده واللي جاي ومفيش اي كلام عن مساله رحيله زي ما بتقال في بعض وسائل الاعلام. نروح كمان لخبر تاني، حيث انتظم المغربي احمد بالحاج لاعب وسط الفريق لنادي الزمالك في تدريبات الجماعيه للفريق يوم الثلاث بعد انتهاء كده فتره الاجازه اللي حصل عليها خلال فتره التوقف الدوليه الحاليه. خاض كمان احمد بالحاج مجموعه كده من التدريبات التاهيليه الفرديه لتجهيزه كده للمشاركه في المباريات خلال الفتره المقبله. بيستعد نادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور 16 لكأس مصر المقرر للمباراة دي يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي. لسه كمان مكملين في الزمالك، وعايز اقول لكم ان اكمل البنيني سامسون ايكينولا مهاجم الفريق برنامجه التاهيلي على هامش التدريبات الجماعيه للفريق. طبعا التدريبات دي اقيمت صباح اليوم يوم الثلاث على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله استعدادا للقاء فاركو في كاس مصر. خاض كمان سامسون ايكينولا مجموعه كده من التدريبات التاهيليه تحت اشراف دكتور عمرو المطراوي اخصائي التاهيل بالفريق وفقا طبعا للبرنامج المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق، وده طبعا منح الكولومبي خوان كارلوس اسويو مجموعه كده من التعليمات لمحمد اشرف رؤى لاعب الوسط على هامش التدريبات الجماعيه. شرح كمان اسويو للاعب الفريق مجموعه من الادوار الفنيه اللي تنفذها داخل الملعب بجانب كمان كده بعض المهام الاخرى بخصوص الضغط على المنافس واستخلاص الكره. تعالوا كده بقى نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل باقي فقراتنا هنا في اخبار اون تايم. برحب بحضراتكم مرة تانية ولسه الحديث مستمر عن منتخب مصر. تعالوا بقى نطير لزميلنا العزيز محمد طه في المغرب ومن مقر إقامة طبعا المنتخب المصري نسأل بقى كده طه عن آخر استعدادات المنتخب. يا طه برحب بيك وعايزك بقى تكلمني عن آخر استعدادات المنتخب قبل طبعا مواجهة غينيا في الجولة الخامسة. قولي بقى كل الأخبار عندك عاملة إزاي وطبعا الحالة كده المعنوية والنفسية للمنتخب.
طبعا يا لينا، اولا برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. مقر اقامه منتخبنا الوطني، وكل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني امام غينيا والتاهل الرسمي لكاس الامم الافريقيه. يعني خليني اقول لك ان مقر الاقامه يعني بيمتاز بانه في خصوصيه ممتازه جدا، وانه الامور كلها مغلقه تماما على منتخبنا الوطني، حتى في شركه كمان للامن مرافقه للبعثه المصريه موجوده هنا في المغرب، دورها ان هي تقوم بتامين البعثه وعدم دخول اي فرد خارج البعثه في محيط المكان المخصص لمنتخبنا الوطني. هم منعزلين تماما عن اي نزلاء في الفندق او اي زائرين اخرين في فندق الاقامه، وموجود ليهم كل حاجه خاصه كل بالامور اللي هي سواء الجيم او سواء المطعم او سواء قاعه المحاضرات، كل الامور الخاصه ليهم متوفره بشكل ممتاز جدا. ودي نقطه حبينا نقولها لان الحاجات الصغيره بتفرق جدا في الجو العام للتركيز للاعبين، واكيد طبعا الناس عارفه طبعا الفرق ما بيحصل في يعني مناخ زي ده ومناخ مختلف اكيد بيبقى عامل ازاي. فحبيت بس الفت النظر للنقطه دي. طبعا بالنسبه للاعبين الامور النفسيه والمعنويه ممتازه جدا. امبارح طبعا جايز عشان السفر والارهاق كان الامور شويه فيها تعب واضح جدا على اللاعبين. التمرين كان بالامس امبارح الساعه 7 بتوقيت المغرب 9 بتوقيت القاهره، الامور كلها كانت جيده جدا في التدريب. لاعبي الاهلي طبعا ما شاركوش بشكل كامل في التمرين، شاركوا في بعض التدريبات البدنيه الخفيفه نظرا طبعا لمشاركتهم الاخيره في نهائي دوري الابطال. النهارده ان شاء الله هيكون التدريبه الرسميه على ملعب المباراه الساعه 7 في توقيت المباراه بتوقيت المغرب 9 بتوقيت القاهره، هيشارك فيها اللاعبين كلهم بكل في كل التمرين بشكل كامل. طبعا النهارده اليوم طبعا كان الفطار الصبح، بعدها كان في جلسه كده مع اللاعبين بينهم وبين بعضهم وقعدوا، والروح كانت ممتازه جدا. وخليني اتكلم عن حاجه مهمه جدا، هي الترابط اللي بين المنتخب كله وبعضه. مفيش الوان، مفيش اي انتماءات، كلها منتخب مصر، وده شيء يعني حابين نتكلم فيه عفوا فيما يخص يعني الكواليس الخاصه اللي يمكن ناس كثيره ما بتشوفهاش. الامور كلها ممتازه جدا ورائعه، والابتسامه والضحكه والهزار بينهم وبين بعضهم كلها حاجات موجوده، وكلها حاجات عامله روح رائعه جدا داخل معسكر منتخب. يمكن من ورايا لو يمكن الصوره واضحه، ده الجيم اللي فيه بعض اللاعبين دلوقتي بيعملوا فيه بعض التدريبات، وكمان في بعض التدريبات الاستشفائيه كمان شويه هيكون في قاعه خاصه، بعدها في محاضره، بعدها هينتقل الجهاز الفني مستر روي فيتوريا ومعاه محمود حسن تريزيجيه للمؤتمر الصحفي، هيبقى الساعه 6 بتوقيت المغرب، وبعدها 6:30 المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب غينيا، بعدها زي ما قلت لك التمرين الساعه 7. الامور كلها ممتازه ان شاء الله، بكره المباراه تخرج بنتيجة إيجابية لمنتخبنا الوطني تؤكد تأهله وتؤكد إن شاء الله الفوز بإذن الله في المباراة. طه، لو سألتك عن من كده اللي بيحصل عندك والصورة الموجودة عندك، تقدر تقولي الملامح كده المبدئية لتشكيل منتخب مصر بكرة، ولا لسه الدنيا مش واضحة عندك؟ لا، لحد دلوقتي لسه طبعا الدنيا مش واضحة. يعني المحترفين طبعا بشكل اساسي ليهم هيكون ليهم دور مهم جدا، لكن بشكل عام لسه طبعا، لان زي ما قلت لك التدريبه امبارح ما كانش فيها كل اللعيبه شاركت، لان لسه المجموعه الكبيره بتاعه الاهلي قوام كبير جدا من اللاعبين ما شاركوش. فاليوم النهارده طبعا مع المشاركه هتوضح الرؤيه بشكل كامل، وان كانت طبعا هي دايما هتكون يعني بشكل اقرب التشكيله المعتاده او الثابته اللي دايما مستر روي فيتوريا بيستقر عليها، او نقدر نقول اللي لعب بيها حتى على الاقل المباراة الأخيرة. العناصر الجديدة اللي انضمت ممكن نشوف عنصر أو اتنين موجود في التشكيلة، لكن مش بشكل مؤكد، لكن أكيد النهاردة مع التمرين الرئيسية هتبان الملامح بشكل أكتر، ونقدر ننقل ساعتها الصورة بشكل يكون أدق تفصيلا من الأمور اللي لسه ما وضحتش حتى الآن. طبعا كمان لازم اسالك عن الحاله النفسيه بقى للعيبه، استقبلوا ازاي لعيبه المنتخب، طبعا استقبلوا ازاي لعيبه الاهلي اللي انضموا ليهم بعد طبعا الفوز الاهلي على الوداد، الاستقبال كان عامل ازاي، والحاله النفسيه للعيبه عامله ازاي، لان اكيد طبعا الفوز ده فارق جدا نفسيا مع لعيبه الاهلي.
بالتأكيد حالة رائعة، يمكن زي ما كنت بقولك من شوية الكواليس اللي الناس مش شايفاها، الحالة الرائعة اللي بين اللعيبة، الهزار والضحك والحالة الممتازة، استقبال اللعيبة لكل لعيب الأهلي، لعيبة الزمالك كلها اللي باركت للعيبة الأهلي لما كانوا موجودين في المطار. هم لعيبة الأهلي خدوا طيارة من كازابلانكا لمراكش، وكان في نفس توقيت وصول منتخبنا الوطني، وكله كان في حالة سعادة بلعيب الأهلي وتهنئتهم. الهزار بينهم وبين بعض كانت روح ممتازه ورائعه، فرقت كتير معاهم طبعا اكيد، ودي هتفرق بشكل عام جوه المعسكر، لان في حاله ايجابيه بتطغى على المعسكر. لكن لو طبعا الامور ما كانتش عكس ما نتمنى، يعني الامور كلها طبعا كانت تبقى مش بالشكل الاحسن، لكن الحمد لله الامور كلها جيده، وده شيء في صالح الكره المصريه. وطبعا قبلها طبعا كان في النادي الاهلي في صالحه الامر ده، شيء كان جيد جدا، فبالتالي ده منعكس بشكل واضح جدا على لعيبه منتخب مصر وعلى البعثه بشكل كامل، يعني حتى كمان الجهاز الفني والجهاز الاداري ورئيس البعثه، يعني كل ده كان ممتاز جدا وعامل حالة إيجابية من النقاط الإيجابية اللي أكيد إحنا محتاجينها قبل المباراة، لأن بالتأكيد بنحب إن يكون كل الأمور زي ما قلت لك. حتى لما بدأت بتكلم عن الفندق، في أمور نقط صغيرة لازم تكون موجودة وإيجابية، لأن ده كله في المحصلة بيخرج للمصلحة العامة لفوز منتخبنا إن شاء الله. زميلنا العزيز محمد طه دايما كده توفينا بكل ما هو جديد، وبستمتع كده دايما لما بتشاركنا كل الاخبار اللي عندك، بنحس ان احنا موجودين معاك ثانيه بثانيه ولحظه بلحظه، واكيد هنفضل متابعين معاك طبعا على مدار اليوم في برامج اون تايم سبورتس. ده طبعا كان اخر كده الاجواء والاخبار من عند زميلنا العزيز محمد طه من المغرب، واكيد بنتمنى طبعا التوفيق للمنتخب المصري في مباراته الهامه جدا امام غينيا. تعالوا دلوقتي نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي فقراتنا هنا في اخبار اون تايم. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي بقى نروح لخبر مهم عن المنتخب الأولمبي المصري اللي بيواصل اليوم تدريباته في معسكره المغلق بالإسكندرية، استعدادا طبعا للقاء نظيره منتخب غانا وديا بعد غد. المباراة هتكون بعد بكرة يوم الخميس ضمن برنامج إعداد المنتخب طبعا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة اللي هيقام في المغرب. المفروض البطولة هتكون في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل. بيشارك المنتخب الأولمبي في البطولة الإفريقية واللي بيتأهل طبعا منها الثلاثة الأوائل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وبيلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة. أدى المنتخب الأولمبي تدريبا قوي في أول أيام المعسكر تحت قيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني، وعايز أقول لكم أن المدير الفني حرص على إلقاء طبعا محاضرة فنية على اللاعبين بالفندق وقبل كمان بدء التدريب لمراجعة كده بعض الأمور الفنية اللي تم ترشيحها طبعا على مدار المعسكرات الماضية. بيستمر معسكر المنتخب الأولمبي بالإسكندرية حتى يوم الخميس، ثم بقى بيحصل المنتخب على 24 ساعة راحة، ده طبعا قبل السفر في اليوم التالي للرباط لخوض معسكره الأخير. طبعا بقى بما يتخلله طبعا لقاء ودي مع الكونغو، بعدها يسافر المنتخب لمدينة طنجة اللي كمان بتستضيف مباريات مجموعته. بيفتتح المنتخب الأولمبي منافساته في كأس الأمم الإفريقية يوم 25 يونيو أمام النيجر، وبتقع مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من مالي والجابون والنيجر، وكل التوفيق أكيد للمنتخب الأولمبي، وأكيد بنتمنى أن هو طبعا يتأهل إن شاء الله لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. دلوقتي بقى جه ميعادنا مع فقرة الكرة العالمية من النادي الملكي ريال مدريد. معانا بقى خبر ان اكد رومانيو الصحفي بشبكه سكاي سبورتس الاقتراب نادي ريال مدريد من التعاقد مع خوسيليو مهاجم فريق اسبانيول خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله. كتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: يعمل ريال مدريد على التفاصيل الرئيسيه والنهائيه لصفقه خوسيليو من اجل انجازها في الايام المقبله. اضاف كمان: الامر متروك لمدريد لان الصفقه ستتم في ظروف مناسبة للغاية. بيستهدف ريال مدريد ضم كل من خوسيليو من اسبانيول وكمان هاري كين مهاجم توتنهام لتدعيم خط الهجوم بعد طبعا رحيل الفرنسي كريم بنزيما لنادي اتحاد جدة السعودي.
كمان اشاد ناصر الخليفي مالك النادي باريس سان جيرمان ورئيس رابطه الانديه الاوروبيه بنهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والوداد الودادي. وكمان حضر كمان الخليفي مباراه بدعوه خاصه في ملعب محمد الخامس، وقال كمان الخليفي على هامش حضوره المباراه: تلك المباريات والدربيات الافريقيه كبيره جدا، تكاد تصل الى مستوى المباريات الاوروبيه، ولكنها بحاجه الى دعم اكبر. كره القدم اكبر من تسجيل الاهداف والحصول على البطولات والجوائز، وتصل كمان الى الانسانيه ومساعده المجتمعات الى بعضها، وايضا مساعده القارات الاخرى، وافريقيا من اكبر القارات في كره القدم. تعالوا بقى نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي فقراتنا في اخبار اون تايم. بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من برنامج اخبار اون تايم، يا رب نكون اوفيناكم بكل ما هو جديد. اشوفكم على خير والى اللقاء.